عاد المغيبون والمخفيون لمنازلهم وأهليهم بعدما يقارب العام من التغييب في سجون الميليشيا التي استحدثتها بمساعدة موالين لها في حي الجحملية بمدينة تعز. في محال كانت مخصصة لبيع الدجاج، أخفت الميليشيا الأسرى طيلة هذه الفترة ممارسة بحقهم أبشع أنواع العذاب النفسي الظاهر أثره على أجسادهم النحيلة وملامحهم الباهتة. يقول راصدون أن إصابتهم بالأمراض النفسية نتيجة للتعذيب احتمال وارد، وسيحتاجون لفترة طويلة وعناية خاصة للتعافي منه. ذاكرتهم مليئة بتفاصيل الاختطاف وفترة السجن التي يحكون عنها بحرقة، خصوصا وأن لا ذنب لهم يعرفون ولا مبرر للميليشيا سوى حقدها عليهم. أخذوني طبعا إلى منطقتهم الجحملية وسجنني أكرم الجنيد إلى الآن، يعني ثمانية أشهر. الحمد لله على كل حال، يعني مباراة اعتقالي كانت تهم عديدة، يعني بس إنها أكثر كان عداوة شخصية من أكثر مما كانت تهم يلفقوها. طبعا أكثر كان عداوة شخصية، يعني إن أبي وأخي مع المقاومة، وإن أبي وأخي عامل النقطة في القرية. فترة إخفاء طالت ولم تكن لتنتهي لولا قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين استطاعوا تحرير الأسرى من أماكن احتجازهم بعد التقدم الذي أحرزوه في الأيام الماضية.